عندنا كام ليل، وعشان كمان الاستاذ فؤاد يكون مبسوط. احنا عارفين انه ما يحبش الحفلات والكلام الفارغ ده، بس نعمل ايه بقى؟ ضروري ياخدنا على قد عقلنا. والله يا ست احنا متشكرين قوي. خدي بالك يا ليلى، انا عملت كل حاجه زي يوم خطوبتي بالظبط. زي يوم خطوبتك تمام. بس انتي مطرحي والدكتور فؤاد مطرح. لطيفة جميلة مش كده؟ تعرف ان احنا متربيين في بيت واحد؟ جايز، بس انتي حاجة وهي حاجة تانية، عمرك ما هتكوني زيها. ايه بتضحكي عليه؟ اصلك قلت جملة دي بطريقة غريبة، زي ما يكون زعلان اني مش زيها. انت لو كنت زيها ما كنتش اتجوزتك. انت مطيعة وهادية، اسمعي الكلام. يعني هتتجوزني عشان كده بس؟ امال يعني عشان ايه؟ فضيلة. ما تتكلمي، ما بتنطقيش ليه؟ طبعا ما يصحش تكلمي واحدة زي، معلوم واحدة زيك محترمة هتبقى مرات الأستاذ، حضرة الأستاذ اللي عارفة سبقي أشرف منه، على الأقل مش عامل إله زيه، على الأقل ما بيخبيش حقيقته. انتي تفهمي ايه في الدنيا؟
تفهمي ايه؟ تفهمي ايه اللي تقاسيه ست لما تعيش مع راجل ما بتحبوش؟ قالولك دي في الكتب، فهموكي دي. فهموكي ايه شعور الست لما قلبها ينشف، لما جسمها ينشف عشان مستنية حد يقولها كلمة احبك. اعمل ايه؟ قوليلي اعمل ايه؟ هتقولي لي الطلاق مش كده؟ بسيط، السرير اللي قدامك ده نمت عليه 3 ايام بين الحياة والموت، بلعت انبوبة اسبرين، وامي تقول لي مش عايزة فضايح، اقول لها مش الطلاق اشرف من الخيانة؟ تقول لي مش عايزة فضايح. ما دام في السر خلاص، ما دام محدش شايف مش مهم، وادي اصولهم. وانت يا ست يا صاحبة المبان، اديكي هتتجوزي جوازة زي الجواز. قولي لي بقى هتعملي ايه؟